أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. ضيفي وضيفكم الكريم معنا اليوم عضو مجلس الأمة السيد أحمد نبيل الفضل. مرحبا فيك أخوي أحمد. يا هلا ومرحبا، شرف وجودك ويانا اليوم. الله يحفظك. اليوم صدر حكم المحكمة الدستورية والكل ارتاح، خلصنا. السؤال الآن ما بعد حكم المحكمة الدستورية؟ اللي كان قلق واللي كان يسوي عنتريات وبعيد عن الحين، حل مجلس الأمة، تقديم استجوابات، حيتغير المسار، حنتفرغ لعمل داخل اللجان، حنشرع قوانين، وين رايحين اخوي احمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الف شكر على الاستضافه. شرف طال عمرك. يعني انا سبق قلت لك ان هذه اول مره انا اي من غير احنا نحبها كذي التحضير الكافي، فيعني لان الاحداث قريبه يمكن استعين فيها شويه بالذاكره ولو انها مو ذاك الزود. أنا اليوم صرحت تصريح أدعو فيه النواب إلى عدم الركون إلى السكينة والهدوء والراحة بعد الحكم. هذا الآن ريحنا من عدم الإبطال القانوني، في إبطال شعبي ينتظرنا على الأبواب، وفي مجهر كبير قاعد ينحط على أعمالنا، خصوصا إحنا النواب الجدد. ترى هذه الكمية من النواب معناته تغيير حاد في مزاج العالم، والتغيير الحاد إذا ما قابله إشباع لرغبة الناس اللي غيرت في إحداث تغيير على داخل مجلس الأمة، هم سووا اللي عليهم غيروا، إذا ما أحدثنا أحد يجيك تغيير حاد آخر. ممكن يقول لك 60 سنة إحنا نرشح نوع معين وعارفين مصايب، فغيرنا المزاج، غيرنا الحين، رحنا حق ناس اطلعوا بربس، لا يبخلنا على مينونة، لا يمنا. أنا أقول هالكلام وأنا مشمول بمن أقول. وتسمع الحكي يا أخوي أحمد. أنا مشمول بمن أقول، يعني يمكن أنا الأخف علي ضغطا من العالم ان انا قاعد اقدم، بس النواب الاخرين للاسف ضاعت ال5 شهور وانا بح صوتي، لكن الصوت الواحد ما ينسمع، ما له صدى. صحيح. وانا اقول لهم خلونا نجتمع، خلونا نقدم للعالم خلال اول دور انعقاد ما احنا متفقين عليه. مو معقوله، لا يعني منو اكثر الناس ضديه بيني وبينه انا بالافكار من النواب؟ يعني خذ لك على سبيل المثال الاخ محمد هايف. انا ومحمد هايف ما نتفق على ان المرور قضيه هامه؟ معقول؟ طيب نختلف في امور اخرى لنؤجل الخلاف، هذه كانت مناداتي المتفقين عليه. هذه مناداتي من البدايه. بس بالنهايه نكون واقعيين، يعني انا مناداتي لهذا الموضوع ما لها ثقل. في اول الايام والناس رايحه بزخم ما واعدوا فيه، قواعدهم، مواضيع الجنسيه، مواضيع دخلنا في استجواب فجاه الشيخ سلمان، خلى في أمور تأزيمية، وأشعر بأن أغلب النواب انجرفوا دون إرادة، يعني مو هم فاقدين إرادة، تأثروا بهذه العناوين البراقة. ولا شنو تفسر أنت توقيع هالكم الهائل من النواب على تعديل المادة 79 اللي توهم ب 2012 حاولوا فيها، ويا رد صاحب السمو، رد القانون وشرح ليش إعادة تكرار المحاولة. يعني ما أعتقد إلا أنه يندرج من ضمن يعني ملء حساب النواب بالقضايا اللي لو أبطل المجلس يقدرون يسولفون فيها بشيء. ما أتكلم عن كل النواب، أنا ترى في نواب مجتهدين، يعني نكون واقعيين. إحنا مشكلتنا كالآتي، إحنا خاصة في من الشباب مجتهدين، وأنا أخاف أقول اسم يفهم الاسم الآخر أن أنا ضده، فلذلك لن أتي بأسماء، لكن والله عندنا ناس مثل الذهب وقاعد يشتغلون. مشكلتنا عدم الترابط ما بيننا، وهذا اللي قاعد أحاول أني أسويه. الكل يريد أن يستقل بنفسه. اليوم من شهر ونص بينت عند الشباب أنهم لا وعوا أن لو قاعدين يجرفون في مشاريع ما تخصهم. وعوا وعي واضح، أقول لك إياه وأنا مطمن، الكل وعى، حتى اللي صارت عليه متأخر العودة وعى انه انجرف. اللي يقدر كعبرك كعبرك. في ناس تكعت، في ناس كعت وقالت ومسكت الميكروفون وقالت احنا وين رايحين؟ 4-5 يبون يحلون المجلس، يحط لي عنوان براق وانا مثل النمل اللي يجيك على الشيره اقعد اطبق عليه؟ لا، انا الاوان للاغلبيه هذه ان تقود، انا الاوان لاكبر حزب موجود او تجمع موجود داخل مجلس الامه وهو حزب الشباب، احنا 12 واحد ترى. بجهود مشتتة يغلبونك 2-3 من الضمين، كثرتك ما تعني أي شيء إذا لم تكن حلم. أحمد الحين خل نروح على
سؤال باختصار، تتوقع الفترة اللي راح تقل الاستجوابات؟ أعتقد ذلك. تتوقع؟ إي شوف عددها لا تحكمه، لأن اللائحة تعطي لأي نائب في أي وقت يستجوب أي شخص. زين، استجواب رئيس الوزراء؟ أي واحد يقدر يستجوب رئيس الوزراء، وبالتالي ما أقدر أقول لك ستقل. واحد يظل راكب راسه وكل يوم يقدم لك استجواب. استجواب رئيس الوزراء، استجواب وزير الاسكان ياسر ابو ما تخلص. في استجوابات على بعض الوزراء جايه عشان نبتعد عن اسماء النواب. خلينا نفترض انا اللي اريد ان احل مجلس الامه، لا توجد قوه على الارض ممكن توقفني ان كل يوم اقدم استجواب في وزير مختلف. ممتاز، انا باذن. بس هذا وهم. في البعض قال بحستجوب كل اسبوع. ما يخالف، بس هذا حقه يقدم، مو حق يناقش. هذا حق 48 نائب اللي قاعدين لو تشيل منهم المحلل. شو ما لهم إرادة؟ ولا إرادتك فجأة تفوقت على إرادة 48 نائب آخر؟ وأنا كنائب أعتقد ما تقوم فيه الآن عبث. وفي أحد الناس المستجوبين قال حق وعده، أنا ما يهمني ينحل. هاي حبيبي، أنا يهمني ينحل. وأنا ما وعدت العالم أني أسوي مشاريع وأنا برا المجلس، وعدتهم أسوي وأنا داخل المجلس. أنا رشحت عمري عشان أنجح وأبقى 4 سنين وقدم يعني اقصى ما استطيع داخل هذا المجلس. هدفي، وليش انا اسمح لك تلبي طموحات ما وعدت فيه او طموحاتك انت الشخصيه وبما وعدت فيه على حساب ما وعدت فيه انا الناس؟ انا لما اقول انا، ترى انا امثل كل هالوجوه الجديده، كلنا ترى تحت الاختبار. فانا اقول لهم خلاص الان مرحله وعي. حلو، 5 شهور ايه؟ ما قدمنا فيها للعالم شيء، عيب علينا، عيب علينا. لا ناقصنا جهد، لا ناقصنا عمر، لا ناقصنا ابتكار، لا ناقصنا، عيب ما ننظم عمرنا. راح تكون سبه الان، راح هاجس الابطال، انتهى الحين وقت العمل. هذا الان وقت الشغل، مو وقت الراحه، مو وقت الوناسه والابتسامات لا يعني مجلس الامه خلال اخر شهر ونص مجلس اشباح، تمشي بالممرات تسمع صوت مشيك، ماكو احد. مصيبه، ما يخالف، كل من له عذره. الان وانتهى هاجس الابطال، ممكن أن جاب البلد؟ هذا سؤال لكل النواب، حكموا عقولكم. الآن المسألة ما عادت موجودة معارضة ما معارضة وخمسين عضو داخل، أكو شعب كامل قاعد ينطر، أكو ناس قاعدنا 5 أشهر. أنت طلعتونا كذابين بهذه الطريقة. الناخب ما له علاقة، أنا والله قدمت المقترح بس اللجنة التشريعية للأسف استولوا عليها ناس مرروا أجنداتهم على حساب أجندة الوطن. ما يفهم هالكلام، يفهم أنت واعتني. أنا ما لي علاقة بدهاليز المجلس ولا أعرف شلون أوراقك تمر. وين اللي وعدتني فيه؟ إحنا كلنا تحت المحك، 35 اقتراح بقانون، إيش تسوى علي أنا؟ باكر لو ينحل المجلس ولا يبطل المجلس، شو جاب العالم فيه؟ شو أقول لهم؟ قدمت ورق، قدمت حبر على ورق. وهذا راح يتم. والعمل السياسي أكبر من تقديم اقتراح، العمل السياسي عبارة عن موازنات ولوبينج. هذا العمل السياسي، لذلك ادعو من خلالك من خلال الشاشه. اليوم ما في وقت ولا عندنا ترف الوقت، وعندنا مشاكل مستحقه قيلت في الخطاب السامي لصاحب السمو، اولها مشاكل اقتصاديه عاصفه وتسبقها مشاكل امنيه. حلو، خلينا نتكلم عن الموضوع التنموي والاقتصادي، وهذا الاهم. طلع وزير الاخ الصالح، يعني قد يكون اخطا، قد يكون غير قاصد. قيلت عليه. اليوم نتكلم عن الدول كلها تهتم في قضية الاقتصاد والتنمية. سمعنا الشيخ ناصر محمد يبي يروح الصين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تكلم وشوف تكلم عن الوضع. شوف حضور الأرقام في ذهنها تختلف، تتفق ايه؟ مع هل هو طموح جدا في خطته ولا لا. هذا أمر فني لا تستطيع تؤكده ولا تنفيه، إنما حضور الأرقام في ذهنه والتسلسل الفكري، وعارف بالضبط يعيد نفس الجملة. ترى يعني هذا مع دارس، هذا ريال جايك محضر. احنا نتمنى نلاقي هنا هذا النموذج، هذا ناطق باسم الحكومه. اليوم نسولف بالديوانيه نقول ناطق باسم الحكومه، مو لازم يكون حتى وزير. شغلته صار نفوق اسماك، صارت مشكله بالكويت، يجيب الشخص المسؤول يطلع في مؤتمر حالنا حال دول خلق الله، ويقول البيان المقتضب مال مجلس الوزراء، ثم يجعل المسؤول يوقف للعالم ويشرح لهم ويحط لهم بياناته وخرائطه وشغله على طول. وعلاج هذه المشكله لازم ما يطوف 24 ساعه. افضل حل لعلاج اي شائعه هو سرعه الرد عليها. حلو. لا تخليها تربى بعقول الناس. مثل انس الصالح ما قاله غير الكلام اللي مكتوب داخل المجله. انا من الناس اللي انبلفت ورحت مع هالكلام، شنو هالحكي هذا، انت وزير ماليه طلع الكلام اللي مكتوب داخل غير.
وهذا يعني دليل انه يعطي ناس وزرائنا يعني خاصه اللي في هذه المراكز لا تروح تقعد تصرح لي باي مجله. مع احترامي ما ابي اقول المشكله خاف يرفع اسم المجله خاف يرفعون عنها قضيه. الناس حاطين عنوان غير كلام الريال اللي قاله وداخل يقول ما عندي خوف على يعني هناك قلق على الاستدامه على المدى الطويل بس ما عندي خوف على احتياطياتي. بس لا ينتقد بهالسهوله اللي ينقال في مجلس الوزراء ما ينقال لنا قول لي تبيه في مجلس الوزراء بس لا تقول للصحافة ترى انت وزير مالية خزنة الكويت تعرض الى اقتضاب ويا حبذا لو كان مرة ثانية من غير تصاريح صحفية او غيره افضل بوديوم كلام مسموع ومرئي حتى ما حد يقتط. شوف الان سرعة انتشار هذه الشائعة على انس الصالح اللي انا انتقدته كثيرا وما زلت انتقده والى ان يأتيني بصحيفة او ورقة مالية واقتصادية فعلية راح يخف الضغط عليه. بس بهذه ما غلط لكن شوف سرعة انتشارها بين الناس والعالم اللي انتقدته وحطوه بالسناب وشلقوه بسبب غلط ما كان المفروض يسمح برستيجك كوزير مالية انك تروح. ما يخالف وزير مالية تدري لما بالاقتصاد وتعرف الاقتصاد يخاف. طيب طلع هو بوديوم الحين تكلم نفاه بس يعني النفي على الواتساب حيشوفيني الباك لما طلع الخبر وانتشر كلامك هذا يؤثر على البورصة يؤثر على والبورصة حلال الناس انت بالتالي تصريحك يؤثر بخباتي دايما على الشركات على السندات على عموما اليوم زارت الشيخ ناصر محمد للصين تشوف في رؤيه ناصر الشيخ ناصر صباح الاحمد ناصر صباح الاحمد عفوا الشيخ ناصر صباح احمد زياره الصين ايضا عندك موضوع الجزر شلون تشوف الوضع خوش زياره للشيخ ناصر قام في عهده الجزر فيعني هو زيارة حسب ما فهمت حق مناقشة الآن المشروع الضخم جدا القائم بقيادة صح. الصين موضوع خط الحرير بما أن الكويت على ضفاف هذا الخط فلا بد أن تستفيد وتفيد عليه فنحن نشوف الأوبورتيونيتي اللي أو الفرص اللي ممكن الكويت تستغلها تكلم عن 200 مليار راح تدش على الكويت الاستثمارات يعني هذه يعتمد الدراسة اللي هذه الدراسة الموجودة اللي ذكرها الشيخ ناصر صباح الأحمد فرصة جديدة يعني خلي الارقام لا نتكي عليها وايد، الارقام قابله للتغير على اي فاكت صغير تغير الارقام. بس الفكره جيده جدا، بس حبذا لو انك انت الان تطلع بالصين وبتشوف المشاريع الضخمه على الاميال الواسعه هذه كلها من الصين الى اوروبا. ماشي. طيب اما كان اجدى انك تاخذ معاك اعضاء من اللجنه الماليه؟ ايا كان اعضاء اللجنه او نخبه من المجلس رؤساء اللجان على الاقل لان هذا موضوع قد يكون يتطلب تشريعه بالتالي بدل ما تروح تقتنع بالمشروع ثم تاتي تقنعنا حتى نعمل تشريعاتنا الا احنا كلنا شايفينه ومقتنعين ونجلب الصوره كامله للمجلس ونصير احنا اداتك في الاقناع احنا نكون اداتك في الاقناع يجب ادخال مجلس الامه في لجان المختصه في هذا الموضوع فقد يكون انت علشان تهوكب مع هذا المشروع الكبير تحتاج الى فرشه تشريعات النواب يكونون معاك يعني هذا حبيت لو انه اكتملت هذه الزياره باخذ هؤلاء النواب يساعدونه ولكن ان شاء الله الزيارات هذه متكرره ومشروع مثل بهذه الضخامه لا يعتمد فقط على اجتماع واحد شو تشوف استجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء في مفاجات او حال المحكمه الدستوريه شنو التوجه انا ما احب شغل التنبؤات ما تحبه لا لكن انا اتكلم شنو موقفي انا منه ايش موقفك يعني اولا هذا ليس الاستجواب رقم واحد لرئيس وزراء في تاريخ الكويت هذا الاستجواب رقم 18 والاستجواب اللي وراه رقم 19 بالاستجوابات حذفت اخرت اجلت الغيت من نواب مقدمين الاستجوابات اليوم ينادون بعدم احالتها حتى للتشريعيه حتى لو تشوف فيها غلط وتشوف فيها شوائب دستوريه تطلع على المنصه تطلع وهم نفسهم اللي افتوا بتاجيل سنه شطب استجواب اكو واحد من المقدمين الاستجواب اللي مسكه وقال هذا اخي هذا هارون اخي عن الاستجواب هذا كان عضو في اللجنه التشريعيه بالسابق لغى استجواب كامل لغاه وبرر الوزير فوق الشبهات اللي انت عارضها باستجوابك ولغاه فالعمليه مشتهات وهذا ما هو شغل سياسه أنا دائما يعني شوف واحد قاعد لك لابد لك مجهز استجواب ينظر قوانينه تمر إذا ما مرت يقدم استجواب هذا تعرف أنه ما هو شغل ناضج حلو بروح على الملف التعليمي خاص في موضوع الهيئة العامة التطبيقي والمشاكل وأمس كان هني عندي
دكاتره واثاروا كثير من القضايا، وهناك لغط كبير قاعد نسمع عن يحمدون ربهم ما ابطل المجلس. ايه كان راح ابطل المجلس، كان توحد فيهم اداره التطبيقي. بنشوف التقرير لك. تكلم فيه مجلس الامه عن موضوع الردود، وبعدين ابيك تتكلم عن هذا الملف. عطني التقرير مخرج. اليوم بعطيكم بس نموذج على ثلاث اجوبه اتتنا من التطبيقي. بس خلنا اوريكم. شوف ابس اعطيكم السؤال وبعدين بعطيكم الوقت اللي خذاه الاجابه وبعدين ابى اقول لكم الاجابه. زين الحين اقول لكم شنو السؤال؟ السؤال نص السؤال. الحين ادراكم الاهم بالموضوع ان انا سائل عن الدورات المهمات الرسميه والمؤتمرات والدورات الخارجيه اللي شارك فيها مدير المعهد الانشائي بالهيئه العامه والتدريب حتى تاريخ تقديم هذا السؤال، واللي شارك فيها كذلك اي مرافقين له. طبعا انا من اقصد الحين هم يعني الجواب الحين زين، وانا اقصد ناس بعينهم باصحاب هذه المراكز. وشنو منتهي السؤال؟ كاتب كذلك نسخه من القرارات الصادره من اداره الهيئه بهذا الشان مع تذاكر السفر واقامات الفنادق والمصروف اليومي والاجمالي لما تم صرفه على هذا الجانب بهذا المعهد. زين شيتني الجواب بعد انتظار 62 يوم. انا السؤال 20/2 ياتي الجواب كالاتي. ياتي الجواب نفيدكم ان تعاقب على المعهد هذا اللي سالنا عنه ثلاث مدراء وهذه سفراتهم. زين واحدة فيهم المهندس علي عبد الله الخميس وحاطين لي عليها خمس سفرات مهمات رسمية. المهندس خالد أحمد المزروع وافق له السيد فواز خالد الغيث، هذه إجابتهم وعندهم تسع سفرات. وهو المرافق ماله تسع سفرات. أنت يا الغيث طبعا عشان أوريكم. فأنت الحين شفتوا هذا كله، هذه فقط هذا هني اللي مجاوبني فيه الدكتور عادل فالح المياس، مجاوب فيه الوزير والوزير ماخذ اجابته، مو الاثري المياس والوزير ماخذ الاجابه، علما بان التايتل مال المياس هو مساعد المدير العام. انا عندي مشكله مع التايتل مالك. تايتل مالك انت بكبرك عندي عليه مشكله، مو موجود بالهيكل. هذا مخترعين اختراع الاثري، فايتني هذا بالذات اللي انا قاعد سال عن البوزيشن ماله ويجاوبني ماشي. اتى الجواب الحين، اتى الجواب بعدد السفرات. وين كانت السفرات والكتب اللي على اساسها سافروا؟ بس الاهم الكلفه الماليه مو موجوده. احمد اللي ذكرته شيء خطير، واللي امس سمعته من الدكاتره شيء اخطر. شو قاعد يصير بالتطبيق يعني؟ والله هذا اللي قاعد تسمع الحين غيظ من فيض. يعني اللي موجود وايد، ترى انا مقدم اسئله ضخمه. لازم تعرف شغله واحده، لان واحد قاعد يخشش وهذا، انا اشتغل على الوضوح والوضوح زين. هذه ما هي اسئلتي انا، لاني مدرس في التطبيق ولا اعلم خفايا التطبيقي. لازم يعلم من يجاوب على هذه الاسئله، ان الاسئله هي منكم ترى. هي من داخلكم. فاي شطه بالجواب او تعمد انك ما تشط الجواب، عندي فخ انا، هذه الاسئله كلها عباره عن فخ، الجواب اوريدي موجود عندي. النائب ما يقدر يضيع وقته في سؤال عام. الا اذا يقصد من وراه تشريع. الحين انا قاعد اسال بنيه المحاسبه، فلما يسالك اقول لك عن ذيلا اللي طلعوا في مهمات، اهم بند في السؤال كان كم كلفوا؟ شايب لي الاخ؟ جايب لي اسماء اللي طلعوا بالمهمات، وكم مهمه طلعوا؟ والى اي بلد راحوا؟ وكتب التكليف اللي طلعت حق كل واحد اثبت، ودينار واحد قال لي كم يكلفون ما قال. طيب هذا المقصد من السؤال. وهذا نطر 71 يوم. 71 يوم؟ نعم 71 يوم، اربع اسئله جوابهم خذ منه ثمان سطور. نطرني 71 والجواب كله على هيئه لا يوجد، لا يوجد. فهو مو بحث. فمثلا في السؤال هذا سالتهم قلت لهم منو شوف الاساتذه اللي موجودين في التطبيق، اي هيئه علميه من حقهم اثناء ما هم اساتذه يعني يدرسون يقدمون بحوث علميه. كلمه دكتور هذه ما هي الا مفتاح الباب لك. هذه فيلوسوفي ديجري، شهاده فلسفه، حتى اعطيك الاهليه انك تستطيع القيام بالبحوث مستقبلا. مو تطق لي دكتوراه وتسكت طول عمرك على رساله واحده، يجب ان تتابعها ببحوث. مجال عملك اللي عملت فيه الدكتوراه، اخر ما نشر فيه من مقالات، تجدده. من يعمل ذلك له مكافآت ولا مزايا. سالت ما هي المعاهد؟
او الهيئات اللي تعتمد. يعني جيت الحين انا مدرس وقلت يا جماعه توني خالص من رساله جديده علميه، منو يعتمدها لك؟ هذا كان سؤالي الاولي. ثم سؤالي اللي وراه على طول، شركه بعينها قلت اسمها، موجوده في السناب، موجوده بقناتنا على اليوتيوب، الشركه بعينها هذه نسيت اسمها، وولد ساينس تكنولوجي شيء، هل انت ترسلون لها رسائل المدرسين مالتكم لاعتمادها؟ والسؤال الثالث والسؤال الرابع كلهم مترابطين، الاخير كان عن دكتور بعينه وافد، سالتهم هل هذا الوافد له علاقه بهذه الشركه اللي في تركيا ويعتمد، هو معتمد للشهادات هناك وهو كذلك مدرس بنفس المكان، يعني هذا اي زميله يقدم دراسه يروح تركيا يعتمدها له، هل صحيح؟ جواب على السؤال ان هل تعتمدون، لا يوجد اعتماد، والاعتماد يتم حسب اللائحه الداخليه التي وضعها ما ادري منو سنه بالعام الفلاني حسب القرار الرقم الفلاني، شنو ما يقول. يعني انا الان مهمتي اني اروح ادور وراه في لوائح الداخليه وقراراته. هذا اللي ما يبي يجاوب يسوي لك كذي. اثنين، هذه الشركه بعينها تعرفها؟ جوابنا كما الجواب السابق، احنا ما عندنا شركات ناهلها. انزين الريال اللي قلت لك عنه كان يقول ايه الرجل عندنا مدرس في القسم الفلاني ولا يضير ابدا ان يكون منضم الى مجلات عالميه، يقصد فيها هذه الشركه اللي تعقد المؤتمرات ولا يضر، وبالعكس هذه تزيده يعني مكان مرموق في العالم الاكاديمي. عمي توك انت ما تعرف هذه شنو؟ وبالجواب الاخر يؤكد انضمامه بل وفخره انه عنده في التطبيقي استاذ منتمي لهذه الهيئه اللي توه ينكرها. لذلك ما حطينا الاسئله هنا يعني مني والطريج. شوف ما في شك ان القرارات الخاطئه كانت سابقه لعهد الاداره الحاليه، ان الاخطاء اللي تمت في عهد الاداره الحاليه ما صارت في تاريخ التطبيقي. يا جماعه احنا قاعد نتكلم عن مكان يحوي 60,000 دارس ما بين معهد وكلية، جامعة الكويت الكبرى 38، يعني هذا نقطة التخريج الأكبر عندنا في البلد، ويترك بهذه الطريقة غير باقي الملاحظات، غير أن أنا أصلا أنت بالنهاية هذا التطبيق كل اللي فيه والصرف اللي فيه واللي احنا موافقين عليه، مخالفات اللي صار لها 4 سنين تنبه عليها لجنة الميزانيات عندنا وديوان المحاسبة ويقول له غلط اللي قاعد تمشي فيه غلط، أنت مخالف هيكل، أنت مخالف، ولا يرد عليهم، وعود فقط بالهواء ولا يعدل ولا شيء. فاحنا الان من واقع مخالفات قاعد نراها بعيننا قاعد يعملها في مكان يخرج له 9,000 قبوله، 9,000 تقريبا طالب بالسنه. شو اللي نتج عنه؟ انت كل شغلك هذا متعلق في شيء واحد فقط، الاند برودكت مالك شيء واحد، طالب اما متخرج من كليه او متخرج من معهد، اما عنده مهاره يتقنها واما عنده علم يجيده. هل اثنين هل هم متوفرين؟ هل انت مطلع لي طالب ولا انت قاعد تسوي لي سياسه اغراق؟ اخذ وخرج. شوف مده الانتظار في الكليات في الـ في الـ في الـ في الـ التدريب من التخرج 4 سنوات مشروع التخرج زاد الى 6 سنوات ونص، 2.5 سنين زاد. ليش؟ لان على عهد الاداره الحاليه افتحت موضوع الساعات الاضافيه بحري من غير مراقبة، وبدال ما كانوا يعطون 200 دينار 300 دينار آخر الكورس إذا أنت أخذت ساعات إضافية بعد ساعات العمل وفتحت لك شعب حق الطلبة يعطونك 200 دينار، الرفعت صارت بالآلاف، بل أصبحت مغرية أكثر من راتبك الأساسي وتفوقت على راتبك الأساسي. فش اللي صار بطبيعة الحال إذا ماكو رقابة؟ المال السائب شو يعلم؟ ما يعلم الأمانة. فاللي حصل أن أغلب الدكاترة شقاموا يسوون؟ ما ناخذ يبا شعب احنا بوقت عملنا الرئيسي، فتكود الطلبات والضغط مما يجعلنا نفتح بالليل العصر، مع ان فتحهم العصر ما راح يغطي كل الطلبات، فش يصير باللي ما يحصل لهم الحظ؟ يتاخر. كل هذا علشان كميه من المدرسين يستفيدون من هذه البدلات. شنو سويت انت يا مدير التطبيقي لحل هذه المشكله؟ هذا اساس عملك. شنو هي نوعيه الطلبه اللي قاعد تخرجها وش كثر قاعد ياخذ منك وقت للتخريج؟ ثم هناك اسئله استراتيجيه اخرى، انت هل قاعد تربط بينك وبين احتياجات الدوله؟ عمليه تقسيم ايش كثر يتخرج منها 60,000 من معهد ولا من كليه مبنيه على اساس علمي واحتياج السوق؟ رابطها 30% تقريبا يتخرجون من معاهد، 70% يتخرجون من الكليات، هذه التقسيمه العلميه محتاجتها البلد؟ تنسق من معه
طيب هذيل اللي اصحاب الحرف نسقت مع صندوق الاعمال الصغيره في امور عوده، هذا غير السياسه والنهج العام ويعني تفصيل مناصب اللي انت تقدمتوا فيها يعني بجريده الشاهد الغراء صفحه اولى تحقيق، وهذا كلام مضبوط 100% لان يعني مثل ما ياكم بالدليل انه قاعد يواخذ الادارات هذا المعهد كله ويحطه بيد مجموعه واحده يعني مو اضمرت الشر في الكويت الا مارست قامت به رايناهم راي العين. علامة استفهام كبيرة، علامة استفهام كبيرة غير منطقية. بكل أمانة وأنا أقول للأخوة النواب، لأن الإدارة استعانت ببعض الأخوة النواب اللي أنا أعزهم وكلمتهم عندي ما ترد إلا بالحق، بالحق أرد كلمة أبوي الله يرحمه إذا ما اكتشفت إن الموضوع، أقول لهم يا أخوان قدركم عالي وكبير، لكن هذه الأجوبة مستفزة ولا ما هي مستفزة؟ قعد 71 يوم دز لي جواب بلا جواب بلا أي معلومة أستفيد منها، ثمن أسطر تقعد 71 يوم. لو أنك متعاون ترفع السماعة على الوزير تقول بهذه أجوبتي، ترى لو داق للوزير قال ترى هذا أجوبتهم، أنا بالنهاية بالعنب ولا بالناطور؟ أبي العنب، أعطني الجواب. دكتور محمد الفارس شو موقفه؟ هذا اللي أنا متضايق جدا من الموضوع، إنما هذا السبيل الدستوري الوحيد. أنا جبيلي مو اتصلت عليك الإدارة، بل وديت لحتى اليوم تلاقيت معاه في عزة العثمان الله يرحم موتاهم وموت المشاهدين، شفته قلت له انا امس مسوي سناب اللي عرضته جزء منه انتوا الان، قلت له شفته؟ قال لي شفته. اللهم قد بلغت، واضح الكلام على شنو حال باجي 16 سؤال يعني، هذا تجاوبني عليه بثمان اسطر وسؤال اخر تجاوبني عليه باربع ملفات فايلات هم صورناها بالسناب. هني ما يبيك تقرا، يعتقد ان كثر الاوراق ما تخلينا نقرا ولا نفرز، وهني يرد عليك كروتك باربع ثمن لانه مباشر. زين هذا لو انه ما في بطنه شيء يرد عليك هذا الطريقه. اثنين اللي رد علي من؟ الاخ المحترم المياس، انت منصبك مساعد مدير عام، لا يوجد في الهيكل التنظيمي للمعهد التطبيق العام التطبيقي شيء اسمه مساعد مدير عام، هذا اختلاق. وسألت عنه وياني الجواب، شنو ياني الجواب؟ قال لي هذا موجود من قبل شيء من زمان وتونا عم سوينه، فانت شو اللي سويته؟ كان اكو مساعد واحد لشؤون الانشاءات حطه المدير احد المدراء السابقين اللي قبل عهد الاداره الحاليه، الاداره الحاليه تنفخته يعني، صحيح ذاك ما كان خاطئ بس هذا مو دورك انك تسكت على الخطا بل تزيده، ويعني تاخذها ذريعه بان غيرك اللي سوى الخطا فبالتالي انا اكمل عليه. احمد في رد من دول الخدمه المدنيه بعدم الموافقه طبعا، في مخالفه في طبعا في مخالفه خالصين، المخالفه خالصه. فانا الان اضع الاخ العزيز الدكتور محمد الفارس اللي الحمد لله الله عداه الشر وقومه بسلامه الحمد لله، اقول له لا تضطر ان تجابل داخل القاعه، الموضوع واضح. تدري شلون؟ انا متنازل امام الناس الان 16 سؤال خذهم حلالا بلالا، يبقى انا امون على الحميدي اخونا ابو بدر، اهم اقول له يوقف اسئلته ما يطالب بالرد عليهم، وكل واحد سال التطبيقي على شرط انا اثق فيك يا معالي الوزير، وراح اوصل ثقتي باقي النواب فيك لباقي النواب، انت حصل الاجوبه على هذه الاسئله وانا راضي، انت بروحك روح حصل الاجوبه خذها منهم، قول لهم هذا كم كلفونه، قول لهم هذه الاكاديميه اللي بتركش قصتها، هل اعتمدت عندنا شهادات؟ زين هذا المدرس يشتغل هناك؟ يعني زميل يعتمد شهاده زميل؟ هذا ما في كونفليكت اوف انترست؟ اسال انت لك. بس انا ما راح اطول معاي المساله يعني. اذا استمريت ولا لقينا في تزكيه للاخوان نفسهم ولا امضاء لخطتهم في اخونه هذا القطاع المهم، خد تكلم بصراحه. اخونه بالاسم. العفو ماكو بهالبلد الا هالولد شنو؟ وابناء الكويت الباجين هم قد ثقه، ثم عطني هيئه من هيئات الدوله نجحت وازدهرت في ظل قياده خونشيه. اسف يعني انا ما ودي اكون عنصري او اكون متحيز ضدهم، بس هذا واقع لا يوجد مكان تفخر فيه. قادوا هذا الفصيل. خلينا واضحين، الان انا بأتمنهم على اكبر مخرج للعقول الشابه اليافعه اللي عقولها كالاسفنج تمتص اي معلومه، وخلي
رؤساء المناهج ورؤساء الدنيا في اي تفاصيل واحد نعرف انا وياك فكره شنو وين متجه من غير ما اكحله باقي اطياف المجتمع. يعني انا ما اقول لك اقصي، اقول لك اشمل حتى ما يكونوا صاحب الراي الاوحد. هذه المناهج تدمر اجيال. يا محمد ان كانت داعش خطه استخباراتيه فالوقود احنا، واحنا ما يطلع الا من خلال مصانع الافكار الخربه هذه اللي قاعد تطلع لنا هالعالم. يعني تعطي فرصه حق دكتور محمد الفارس؟ بعطيه. وفي هناك اسئله ترى شوف احنا الى الان ما قاعد نتكلم بالجانب التقني، يعني الجانب التقني وهو جوده التعليم هذه لاخونا الدكتور عوده الرويعي يعني باع ومتاع، هو على الدكتور خليل ابول متبحرين هم يمارسون المهنه. فعلى وزن الجوده انا ما تدخل بامور ماليه، انا اتكلم بالشكل القانوني والمخالفات الماليه فقط. عموما انا ليش يعني اعطيت هذا الرساله اليوم واضحه لوزير التربيه، شوف وضع التطبيقي وخلي يرد هو على اسئلتك بينك وبين المسؤولين، خلي هو يحكم. هو يرد وانا قابل بحكمه لاني اعتقد فيه انه رجل نزيه، انما عاد هو حكمه لازم مبني على بعد ادله مضاده. ما تقول لي انا ترى اللي بلقيت الاداره بريئه ودليل البراءه 1 2 3 بعد انا بنهايه لازم اوري العالم. لو كانوا مخطئين ياخذ اجراءاته. خذ اجراءاتك كلام حلو، بس خذ اجراءاتك القانونيه. ها ولو بان لك انهم غير مخطئين فهذا اللي قاعد انا اتكلم فيه من تهديد ووعيد، اخذه وارميه بعرض الحائط. احنا ما نرضى بظلم احد، قد نكون تحت تاثير معلومات غلط. جايز 1% انه يكون كل هالناس اللي تجمعوا عندك امس واللي يو يشتكون كلهم بعد متآمرين، جايز تحقق انت. حلو، نروح على ملف ثاني، ملف الرياضه. استجواب سلمان الحمود رفع الايقاف. استجواب سلمان الحمود يا ليت، قدم الرجال استقالته ومشى. وين صار؟ للاسف صدق كل الكلام اللي قلناه قبل. الان كل التنازلات اللي ابدتها الحكومه الان لا تبدي نفس المرونه. الرجال كان موافق على كل شيء، جيتوا حطيته علة الإيقاف فيه، هذا هو الريال الآن. شو صار له؟ بعيد بصباح أشهر شو اللي صار؟ شو اللي تحلحل؟ شنو دوركم أنتم يا من قمتم بالاستجواب في الآن تقريب وجهات النظر بيننا وبين الجهات الدولية؟ ما أنتم أقرب لهم. لذلك أنا من أول أقول لك ضيع وقتك، إحنا ما أتينا يعني هني للقص واللزق، إحنا أتينا لعمل برامج علمية مدروسة لها أرقام، نوافق على مشروعات على المدى الطويل، عشان أنا أقضي لي مرحلة بتعدي وأقول الظلم ما يستمر لو مهما كان. هذا كلام قلته أنا قبل سنة ونص، هذا اليوم يعني عقد اللعبة كلها قاعد تنحل أمامك. وين القوانين المشروع يعني قوانين المشاريع اللي أنتم قاعد تجهزونها؟ قانونين حتى قانون. ما أطل فيها، أنا أتكلم فيها وايد بدواوين وسناب حتى بس ما أمل للعالم. هم مشروعين عندنا الآن، مشروع يتكلم علشان نوافق على ما تعهدنا فيه وهو يلغي القانون الحالي ويردنا على قانون اقرب لقانون 2012 مع حلو. تعديلات كل الشوائب اللي فيه اللي ما تخلي الحكومه تراقب على اموالها، هذا ممنوع. حلو، هذا قانون. ثم يلحق على طول قانون التطوير الرياضي. قانون التطوير الرياضي هني الحكي وهني النقاش وهني المفروض ان نقعد فيه ونسولف فيه وايد، مو اليوم. لان انا وعدت الناس ان بعد ما يتقدموا نناقشه في اللجنه ونقره نعمل مؤتمر شامل فيه كل الرياضيين بكل أطيافهم، محللين كانوا، مدربين، نواب سابقين اشتغلوا في الرياضة، رؤساء اتحاد سابقين حاليين كلهم يأتون. متى تتوقع رفع الإيقاف على الكويت؟ ما أدري الموضوع ما هو بيدي، لكن آمل قبل انعقاد الكونغرس. الكونغرس في 15 ما أدري 20 والله ما أذكر التاريخ، بس نص هذا الشهر. أتمنى الآن يا جماعة موقفنا واضح، ما قلنا في الاستجواب كان واضح، الدول اللي حوالينا تمارس اشد انواع التدخل ولا احد حولها، ولا حد يتكلم. فانت الحين تبيني على هذا الوضع الشاذ اعمل قانون كامل واقعد عليه؟ طب تعدل الوضع الشاذ، وين تطوير الرياضه؟ انا اشوف دوري محلي ما اقدر انا على اللي برا ترى، عرفت؟ خلني على الاقل انا رياضه واقفه بس اسويها بشكل زين، ولا رياضه واقفه بمستوى رديء. حلو، في قضية مهمة، قضية النفوق والتجاوزات البيئية اللي تستمر، شنو موقفك منها أحمد؟ شوف أنا جبت التقرير، والتقرير ضخم ما جبت الورق ماله كله. هناك تقرير 39 صفحة. هذا التقرير يا طويل العمر عام 2000
الحدث 24 ابريل 2002. كم سنه؟ 15 سنه. طيب هذا شنو؟ لجنه البيئه في ذاك الوقت برئاسه اخونا الكبير ابو مشعل خلف دميثير. يو ويابوا كل الجهات المعنيه في البيئه، وقتها كان في هيئه بيئه، ويابوهم ويابوا معهد الابحاث ويابوا الدنيا واستعانوا من برا وطلعوا اسباب. في ذاك الوقت كان عندنا الميد، نفوق الميد، نفوق الميد، فضيحه الميد. سبقها قبل هذا بسنتين الميد الاحمر، واحصوا كل الاسباب المؤديه للنفوق. تذكر احنا كنا نقول اول ما طلع، طيب ليش؟ السبب شنو؟ تعددت الاسباب. الاخوان هني اثار يمسوين الهوم ورك خاصين من 15 سنه، بس الناس ما تقرا، وحاط لك بالضبط شنو التوصيات. التوصيات ضروره وضع نظم ولوائح وتشريعات المحافظه على جون الكويت على اعتبار انه مصدر رئيسي من مصادر الثروه السمكيه. تحت تشريعات قمت قبل 4-5 ايام بعمل تعديل على قوانين البيئه وتغليظ العقوبات وتفريق انواع الملوثات للبحر، البيئه البحريه، وتقدمت فيما اعطى حق الضبطيه القضائيه للشباب الكويتيين اللي يعملون في الهيئه العامه للبيئه. حلو. كانت اول منوطه في الرئي في الوزير، وهذا تباعد اجرائي كبير. انا الان عبد الله الحمود وعندي ضبطيه قضائيه وعندي ناس يلوثون البيئه، لازم يكون عندي الحق اني اعطي رجالي حق الضبطيه القضائيه والتصوير واخذ الادله، لان عليها غرامات كبيره جدا على الفرد ان كانت ولا على البواخر العملاقه. فضخمنا المبالغ، ضخمناها خليناها بمئات الالاف. حلو. والحد الاقصى يصل الى الملايين ومفتوح السقف. هذا ما تقوم فيه الدول المتطوره اللي تخاف على بيئتها. جون الكويت يحتوي على 90% من السمك اللي ناكله، مهين. هذه الثروه طبيعيه. طبعا حمايه البيئه البحريه، هاي اثنين، حمايه البيئه البحريه وضمان استمراريه الموارد الطبيعيه بصوره مستدامه من قوانين وتشريعات وضوابط صارمه من تحكم المخالفات الناتجه من المنشآت الساحليه لجون الكويت. ضروره وضع حلول مناسبه لعزل ومعالجه مياه الصرف الناتجه من اعمال شركه النفط. ضروره ازاله كافه التوصيلات غير القانونيه لمياه الصرف. شو يسوي مرة شويخ؟ يربط الزيت والبقايا شغله بمصارف الامطار. من يجي الشتاء تطفح الدنيا كلها وتصير بقع الزيت كلها في البحر. صحيح. وين يروح؟ بالجون. حتى المكان ما هو سليم. ضرورة إزالة كافة التوصيلات غير القانونية، إيجاد حلول مناسبة لمنع طرح مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الكويت. كان في 6 بايبات داخل التقرير كبار مناهيل تقط في الجون، مجاري مياه أمطار مجاري. الاستعجال ببناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدل ما تنقط بالبحر. هذا قبل 15 سنة. ضرورة قيام هيئة العامة للبيئة بإجراء دراسات المردود البيئي على المنشآت الساحلية جون الكويت قبل إنشائها. مو كل شيء تحطه على الشاطئ لازم تشوف المردود البيئي، يضر البيئة ولا ما يضر البيئة. الاستعجال بانضمام دولة الكويت الاتفاقيات الدولية لمنع التلوث. 10 توصيات أنا خليتها قلبت أسئلة برلمانية. ذكي. أعطاناكم توصيات. ذكي. لأن من 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 الغباء وإعادة محاولة اختراع العجل أنك تعمل العمل من جديد. والتقارير كلها مشموله، والفحص البيولوجي على المياه كله موجود، وعلى التربه، وعلى نوع البكتيريا، وطريقه انتشارها، ودرجات حراره الماء كله موجود. ومؤديه الى نفس الاسباب اللي اليوم، كل ما علي اني اساله سؤال واحد، ال10 توصيات، ايش سويتوا عليهم؟ علينا كل شيء عليه، كل شيء لوزير. على الصرف الصحي حق وزير. الكهرباء والماي شيء ثاني. اذا لازم نعمل بطريقه اسرع سمارت. فانا الحين وجهت هذه الاسئله. وقد تقدمت بقانون، هذا شيء مهم جدا ما حصل في جون الكويت، ولازم يكون له أولوية هذا. والسؤال المهم جدا، مؤسسات البحث، شوف شو اللي صار في جون الكويت. أكو شركة مسوية مستزرعين سمك، مزارع سمك داخل الماي. أول ما حاش النفوق حاشهم، لكن لأنه ماكو ربط ما بينهم وما بين جهات الدولة ما وصل البلاغ، الناس ما عرفت. فالسؤال نقط البحثية، هذه السنسرات اللي عندي إياها من معهد أبحاث إلى معهد البيئة البحرية ومعهد الدراسات البحرية اللي في الفنطاس إلى الهيئة العامة للبيئة، هذول ما هم مرتبطين؟ يكون الجواب الصادم لا. إذا ما تعلمها من معلومة هني مو بالضرورة يعلمون الآخرين. تغير المياه، الكرنتس الداخلية، الملوحة، نسبة الأمونيا، هالأمور هذه كلها الأساسية في دراسة الماء والجراثيم اللي تعيش فيه غير موجودة بشكل مشترك. عندنا مشكلة ربط، احنا في دولة كل هيئة حكومية تعمل في جزيرة لحالها. صح. ويضيع المجهود ويضيع الانفاق عليهم. صح. على الفاضي. ممتاز.
هذا الموضوع البيئه، واتمنى يكون له اولويه داخل مجلس الامه لانه مهم جدا. يعني 15 سنه انا اتوقع يمكن ثلثين ما حد سوى في شيء، لكن اتمنى يكون له اولويه، اتمنى النواب يهتمون. اذا بيتعاملون مع اسئلتي اللي قدمتها مثل ما يتعامل تعامل اداره التطبيقي مع اسئلتي، لا ابشر بعزك، بيخلص المجلس، خلص انتخابات اللي وراها ولا راح يجاوبون. في قضيه ثانيه، قضيه تعديل قانون الجنسيه المزون، خلصنا من هالملف اعتقد، ولا في تعديلات بعد؟ احنا ما ناقشنا تعديلات الجنسيه، ما ناقشنا المحكمه الاداريه. المحكمة الإدارية بعد إذا 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 بيصير في جنون في المجلس، ونرجع نفتح القضايا الشائكة مرة ثانية ونبلق ونخليها على الأولويات، مثل قضايا البيئة البحرية ولا قضايا التعليم. البيئة البحرية المفروض تناقش. بسألك سؤال الحين، هذا الكلام كله اللي ناقشناه بخمسة أشهر ما كان أولا نقعد حط لنا ساعتين فيها نتكلم عن غلاء المعيشة؟ يعني أنت الحين تبي تقعدني أنا أتكلم عن بنزين مع عدم احترام للطريقة اللي يخرج فيها على العالم، ماشي؟ وانا عندي مقاله فيها يعني اتكلم فيها عن من شار عليهم ان بنزين اللي حرق شاربك، يعني فانا موقفي معروف ان الطريقه اللي اخرجت فيها غلط، لكن اناقش البنزين اللي بيكلفني 6 دنانير بالاسبوع زياده او بالشهر، ما يعني 6 بالاسبوع يعني كله على بعضه كم؟ ما يوصل لك حتى 50 دينار بالشهر. هل 50 دينار بالشهر ولا اطيح سله السلع الاستهلاكيه اللي كل يومين انت رايح الجمعيه وتارس لك وقاط لك 100-150 دينار، وخلي ال 150 دينار هذا تصير 70-60 بالتركيز على فتح الوكالات التجاريه اللي ما سوت شيء فيه الحكومه. وخلي هذه الاجبان ولا الاكل ولا هذا يصير له مليون مورد ويكسرون بعض بالاسعار ويستفيد منها المستهلك. هذا اولى ولا ما هو اولى؟ طبعا تسالني عن البنزين اذا خفضت لك 60-70 دينار انا على سلتك اللي تطلع فيها انت زياده 20 دينار مو مهمه، اضبط الاسعار، اضبط الاسعار واكسر الاحتكار وافتح المجال. في امور من المنطق التركيز عليه، من المنطق اصلا ما يبي لها. بس يمكن ما يخلونك تركز على هالامور هذه. كم واحد؟ هذا السؤال الحين اقول لك اياها. انت الحين تقول نواب شباب الحين على البلاط هاجس الابطال، خلصنا منه اللي كان يتوجب انك توقف على قضايا يعني شويه شائكه وراح. فانت الان كنائب مخير ما بين اثنين، تكمل في هذا الطريق او تقضي ما اللي الله يعطينا اياه من عمر في هذا المجلس وتخرج للناس شيء تفتخر فيه امام العالم. باكر لو وقفت على منصتك وانت بين العالم وبين قواعدك، انا ساهمت بالمشروع الفلاني اللي ضم له اكثر من 350 الف موظف وموظفه في القطاع العام مثلا، او شيء للاطفال اللي يقدر عددهم اكثر من 400 الف، او لقطاع الخدم في البيوت اللي يقدر باكثر من 800 الف. تعالي على طقات تاثر في حياه الناس، تعال خلينا نناقش الخدم وناخذ وعد امام الناس مو بيننا وبين الوزير ان شهر 8 اب اند رننج شركه الخدم اب اند رننج 280 دينار ما تزيد يزيد السعر حسب الاسعار اللي جتنا اخيرا من الدول. هذا الشغل اللي ياثر بالناس هذا الان، بعده تعال نتفرغ حق خلافاتنا يا جماعه. ولا ما تمشي البلد، والله ما تمشي. وانا اقول اذا ركبنا مره ثانيه راسنا وكملنا في هذا الطريق لا يبين حل. ترى مو هدفي انا اوصل مجلس الامه حتى ابقى عضو مجلس الامه اذا ما ارفع من قيمه وقدر الكرسي. الكرسي ما يشرفني، على كرسي بالنهايه خام خضر، انت تشرفه بعملك وبادائك. هكذا يجب ان يكون المنطق، مو اتشبث فيه واركب كل خطيئه علشان ابقى الان وقد انتهى موضوع هذا. تعالوا خلينا نركز وهذه صفحه جديده ونتخيل نفسنا اليوم نجحنا في مجلس الامه. ما عندنا وقت نضيعه، كلها اربع خمس جلسات ينتهي دور الانعقاد ودش بعطله اربع اشهر. خلونا نوقف وقفه بيننا وبين بعض ونقول كافي مهازل، كافي تأزيم، مو من حق نائب واحد ايوه يسطي على كل ارائنا وكل افكارنا وكل طموحاتنا واللي اعطيناه حق الناس وقواعدنا الانتخابيه حتى يمشي وهو اجندته اللي اصلا قالها ما يهمني نحل المجلس. لا يا حبيبي، انا نائب حالي من حالك ويهمني ان المجلس هذا ما ينحل. ملت العالم وتتجه لصناديق الاقتراع الى ان وجدت عندنا فئه لا تقل عن 30% باي حال من الاحوال، فئه الكنبه، مو مؤمن اصلا في العمل الديمقراطي هذا كله انه يودي مكان. للاسف صح. لا ارجوكم يعني ما راح تحصل لك هذه الكميه من التغيير في المجلس. استغلوها، اتكلم مع اخواني الشباب 12 واحد نهز المجلس ونهز مجلس الوزراء. لنتفق نقعد على طاوله واحده، مو معقول ما عندنا مشتركات، وهذا مو بس للشباب، للشباب ولكل النواب حياهم الله. شلون تشوف تعاون الحكومه معاكم؟ ما يعني للاسف لا يوجد. يعني النيه موجوده، الوزراء اندفجولي متعاونين، لكن حكومه متكامله تيم فريق بخطه بوضوح. ما قدموا دراستهم الاقتصاديه؟ ما قدموها؟ كم عمر راح في المجلس؟ يعني
مو معقول انت قبل اقل من سنه انا واحد من الناس بنيت ندوتي الانتخابيه على دراستهم وقلت يلا انا ملتزم بدراستك، هي 80% من الحضور صوت على موافق على 80% من محتوى الدراسه اللي طافت، ايش قاعد تقص علي؟ الان عذره الوحيد ان ياتي بشيء يملى العين قابل للتطبيق، لا هو حالم ولا هو فقير بس شيء واقعي. وارجوكم هذا الكلام ما نبي ورق مطبوع، مو كل الناس قادره على قراءه الارقام والجداول، الناس تمل. تبي شيء فعلي، اقعد على بوديوم وحط خرائطك وراك والشارتس مالتك وتكلم بشكل علمي. اذا ما تقدر يجيب اللي يقدر، ما هي صعبه، مروا علينا ملوك وحكام في دول الخليج الله ما اعطاهم موهبه الخطابه، لم يكونوا مفوهين، بس ماني مفوه، يجيب اللي يعرف يتكلم، شو الصعوبه؟ الله يرحمك يا شيخ زايد، ما كان يعتلي المنابر وخطيب مفوه ويقطع يعني المنابر، لكن رجل وقت الصجيه شوف الفعل، شوف سوى في بلده، يعني خلانا احنا بالكويت نفتخر باللي سواه. العظمه تاتي بطرق مختلفه يا عمي، من المفروض انك تكون حاوي للمواهب كلها، ما في انسان يحوي كل المواهب، انما انسان عنده نقاط قوه ونقاط ضعف يغطيها باخرين، هذا التيم مانجمنت، هذا القيادة عن طريق الأفراد الآخرين. بالتالي حاوط نفسك بالزينين إذا أنت ما كنت تمتلك الموهبة، عادي. كلام حلو. في قضية أخوي أحمد اللي دائما يثار، قضية شلون تعالجون قضية البطالة؟ الحكومة ما تقدر تعين. اليوم أنا سويت لقاء قبل كم شهر مع مهندسين بترول ما عندهم وظيفة، بترول ما يبيهم، متخرجين من جامعة الكويت وأفضل الجامعات الأمريكية. احنا اليوم نعاني من بطاله حقيقيه طبعا. القطاع الخاص له دور، احنا شلون نحل هالمشكله؟ في رؤيه، في قنبله جايه اليوم طبعا، شبابنا قاعدين بالبيت، انا تجيني اتصالات يوميه، مهندسه صار لها سنتين سنه ونص، صاحب واحد يتخرج قاعد يدندن على هذا الموضوع من الانتخابات التكميليه. ابو احمد شنو الحل؟ واضح الحل. وين الحل؟ التفت العالم شو مسوين؟ اكو حد عنده تقسيم قوى العمل اللي عندك؟ هل اكو دوله في العالم عندها فوق ال 88% يشتغلون لحساب الدوله؟ هي الراعي، هي الإقطاع الأكبر الدولة. الدولة إذا ما صرفت على مشاريع ماكو سوق، صح؟ كلنا معتمدين على ما تصرف الدولة ومقاولات، ما عندنا سيلف إنجن، ما عندنا مكاين داخلية، ما عندنا سوق صناعي اوريدي مرتبط بأسواق برا ويصدر لها، فخق النفط، قل الإنفاق الحكومي، ما يتأثرون، عندهم عوامل الطلب مالتهم مختلفة عن النفط. إذا ما بلش بهذا التفكير الخارج عن السياق اللي قاعد فيه والأطر اللي أنت قاعد تمشي فيها، أن كل شيء يجب أن يأتي عن طريق الدولة، لا طبنا ولا غدا الشر. العالم كله في العالم ما تقل نسبة 42% إلى 60%، وهذا الأصل، أن الناس تعمل لحسابها الخاص. الناس برا بالدول الأوروبية وأمريكا تروح الجامعة مو عشان تشتغل في حكومة، تشتغل لحسابها الخاص، تعرف دير their own business، تعرف شلون تفتح لها إن شاء الله بقالة، إن شاء الله محل آيس كريم، مو مهم. من هناك تبدي كل المشاريع الناجحه، المشاريع الصغيره. بيل جيتس قبل، منو هذول المشاهير كلهم اللي طلعوا قبل؟ من ايش كانوا؟ يا طالب فاشل في الجامعه لكن الله معطيه موهبه في الاي تي، يا واحد ما توفق في عمله وطرد وتالي عقب ما صار مشروع، فتح له مشروع وصار عنده اي. زين شنو المجال؟ احنا ما قاعد نشوف شيء على ارض الواقع. هذا الان اللي اتحاد الجمعيات والجمعيات مغلقه. طيب الحين لا في موضوع اكبر من كذي، من موضوع الرخص، من موضوع انشاء الشركات. الحمد لله انشاء الشركات صدرنا القانون، قانون الان الشركات ولله الحمد، من 60 يوم والان نبي 10 دقائق، هذا كله ابجريد الكتروني، ما يعني ما هو معقد. قابلين احنا راضين، بس ترى احنا طموحنا عالي جدا. اذا جيت بتصلح اصلح صح، لا تعطيني شغل مرقع. تتوقع انا ماكو شيء ناقصني عن اي دوله اخرى؟ ما ينقص الدول الا شغلتين، عقل ومال، والاثنين عندي. صح، الاثنين عندي، والشباب عندي، يخرعون الشباب اللي عندي والله، وافكارهم مرعبه. الحاصل ان احنا الان الفكره والتركيز كله على تحسين بيئه الاعمال حق اي حين، شاب ولا مو شاب، انا بيك حتى انت اللي تشتغل في الحكومه توصل الى مرحله من كثر ما اجذبك في القطاع الحر انك تقول والله الريسك يسوى اني اترك الحكومه عشان اوصل هناك، بس هذا ما يبي يوم وليله، هذا لازم انسف لك كل الاجراءات اللي موجوده في الدوله، قانون التجاره كله تفتح. يعني طبعا في معاك احد بيشتغل، ما نبلف، معاي 5 ريايل في اللجنه، لجنه تحسين بيئه الاعمال، وعندي اخوه متعاونين في اللجنه الاقتصاديه، لان احنا بعض اعمالنا مشتبكه، يعني شيء جزء نوافق عليه وجزء يوافقون على اللجنه الثانيه، وانا عضو في الثانيه،
والعالم متعاونين معانا وشيخصنا اعطونا اياه. وانا اقول لك هذه اللجنه الوحيده اللي شوي يعني ترد الروح عندك في المجلس. شاغوله وشباب، نعرف مشاكل الشباب ونعرف معاناتهم، ترى احنا كلنا عيال قطع خاص. ترى اذا نجحتوا انتم كشباب حتكون هالتجربه تنعكس على الانتخابات الجايه، واذا فشلتوا يلا خذها من باب مصلحه. ارجع للحرس القديم. انا اقول لك اياها من الحين. يلا هذا بيوصله حق الشباب ربعي الباجين، انا اعرف الدرس. انا اعرف ان كلنا احنا بنقط برا اذا ما سوينا شيء للناس. انا اعرف الدرس عدل. وخاصه مثل القانون قاعد تطرح الموضوع الاقتصاد والاقتصاد والبطاله. ليش خذني انا الى الساعه اللي قاعد اكلمك فيها انا انجازاتي صفر. ماكو ولا قانون لي تم مناقشته غير قانون المحفظه، هذا انا جهد مشترك. لكن 35 قانون مقترح بقانون، غير اقتراحات برغبه، غير الاسئله البرلمانيه، غير فعاليتي انا مع الوزراء في حل المشاكل دي تو دي. انا هذه الاقتراحات الناس ما قاعد تشوفها. وبالتالي انجازي صفر، انا مشمول مع هالناس. المجلس كله صفر. ماشي بس بيجعل انجازاته. في ناس بالمجلس من اعضاء لو انه ما يقدم ولا شيء، ولو انه مو بس ما يقدم، لو انه يأزم، ضامن نجاحه، لان نجاحه مو مبني على الانجاز، نجاحه مبني على مد قبلي، مد عائلي، مد حزبوي. فاحنا لا ضامنين هذا مرشحنا وتصوت له وانت عمياني. احنا معاييرنا مختلفه. انا موعد العالم بالعقل والرزانه والمنطق والارقام والدنيا، انا اللي حاسبوني مختلفين عن اللي حاسبون هناك. فهذه بضامن يرجع، انا اللي علمحك. هذا كلام يشملني ويشمل كل جديد في هذا المجلس. صدقوني نعلم ان في جماعات وفي ناس تضغط عليكم من القواعد على امور يعني استفاده شخصيه، لكن والله الاستفاده العامه. ودليلك على ذلك تجربه عمرها 60 سنه، من يذكر بالخير؟ صاحب اكبر قدر من المعاملات واللي شاركوا في مشاريع حقيقيه نذكرهم الى الله يرحم اللي توفاه الله منهم، والله يطول باعمار الباقين. من عمل مؤسسه التامينات الاجتماعيه ولا من هذا الى رجال حقيقيين لحد الان يذكر لهم، خلت اسمهم عملهم ومعاملاتهم. نعم نعم. فارجوكم طالعوا المدى البعيد. ما للانسان الا اثره في هذه الدنيا، بالنهايه كلنا للقبر. اللي يبقى بقصيتك انت تحكم، تبي تمر مرور عابر على العالم كذي يا دوب اسم مثل وايد نواب الحين ما تذكر اساميهم، حتى في المجلس اللي طاف يمكن ما تذكرهم، لم تكن لهم فاعليه. لكن اللي اقروا مشاريع، لكن اللي شارك في مشاريع وشارك بفاعليه يخلدك التاريخ ويذكرك ما عندك رصيد غيره اصلا. خوش حكي. في قانون بيقدمونه منع الحفلات بالكويت. منو هذا؟ والقهاوي قدم مقترح. اي عاد بل هذا مقترح، يعني انا بسال يعني. تركنا كل هالقضايا اللي قاعد نطرحها، بيئه، تعليم، بطاله، تجاوزات، وقف تنميه. واحد يطلع لي يقول انا ببنى الحفلات، ايش حفلات؟ عندنا حفلات احنا اساس تمنع. شفت هذا؟ لو ينزل انتخابات الجايه يجيب 6000 صوت. صح، ليش؟ شوف يعني بالنهايه هذا سؤال غريب استغربه، يعني في ناس تقبل رغم مقتك لكل هذه الاقتراحات. وانا كذلك، الا ان هذا حاله من حالي، جايبين ناس بل هو اكثر مني الضعف. صح. مثل ما احترم الناس اللي انتخبتني غصبا علي، احترم وجوده لا احترم ما يقدمه. لكن وجوده باراده الناس مثل ما تكون يولى عليكم. الرجل تبي صراحه؟ شوف انت تنتقد الرجل اللي يوعد بشيء ثم يخلف. بس هذا ما وعد بشيء وخلف. وعوده في الانتخابات قاعد يطبقها الان على ارض الواقع. هذا ما تلومه. مفروضه. اختلف مع اللي قدم. مفروضه نفذ. ما كذب على ربعه. العله بثقافه عامه. العله بثقافه عامه وتكرار الخطا. مو انت صار لك اكثر من 50 سنه التيار الديني مسيطر عليك. زين وقف، هذا الشعب قاعد تكلمه انت صح؟ ايه. فكر. ايوه. فكر. ايش استفدت؟ ولا شيء. انزل. تخلفنا. غيرت وما استفدت، تغير عليك شيء؟ اذا ماكو ريسك من التغيير. لكن ريسك عليكم انتم. انتم لازم تحاربون انتم وتطلعون يعني الامور الطيبه اللي تفيد البلد وتفيد المواطن في النهايه. انا اقول رساله اخيره يعني. إيه. هذا اخر شيء احنا وصلنا اخر شيء. عندي كم شغله صغيره باقي لنا ثلاث اربع دقائق. رساله شيء بسيطه جملتين يعني. إيه. هؤلاء اللي كنا نعتقد انهم دهاقنه السياسه. ايه. ها؟ وكبرائها والمخططين لها والمنظرين لها، ترى واقعا لما واجهناهم وجه لوجه ترى ماكو شيء. ترى شكل. لا والله. نسفه صح وهذا، ولكن داخل ماكو. ما في؟ لا لا ماكو شيء. خالي؟ والله ماكو شيء. يتحرك. واذا ما حطيته على 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 يعني الحجه والبرهان وضعتهم امامه يضيع معاك؟
لذلك اقول حق الشباب ربعنا لا تهابون، ترى هذه مجرد صور واشكال تعودتوا عليها وصنع منها الاعلام نمور من ورق يا رجل، ماكو منطقي تكلم في معاه باي موضوع. اي يعني انا اتكلم عن انا ما عم النواب، انا اتكلم معروف انا يعني مضاد لمن المشاغبين، لا يوجد منطق لما يكلمك لما شي. تسأله عن أسئلة يعني محرجة وتسأله يعطيك ظهره ويمشي، هذا رأيه هذا رأيه يمشي. عمي ترى سالفة أن كل واحد حر برأيه نعم، ولكن اللي يقول رأيه دون ما أن يدلل عليه هذا رأي سفيه، وأنا حر أني أحترم هذا الرأي ولا ما أحترم هذا الرأي. ما إذا ما احترمتني وقدمت لي شنو أصلا دليلك على إبداء رأيك؟ مت محترم حتى هذه فيني، ليش حق أحترم رأيك بكبره؟ فأنا اللي قاعد أقول لك إياه هذا بالنهاية يأيك من انتخابات. تتوقع يعني السؤال اللي قاعد يتداول السياسيين قاعد يقول لك ما كان في كانوا يتوقعون ما في إبطال المجلس، لكن هناك تعديل مطلوب، تعديل حكومي، وزير الإعلام مطلوب، يعني بعض الوزارة فاضية هذه، وبعض ما خالد الرضا يمكن أنا ما أبي وزارة الشباب، أنا خلني على التجارة. تتوقع الفترة الجاية فيه تشكيل حكومي وتعديل وزاري؟ دخلنا في التكهنات لا مو التكهن، هذا وضع اللي يقول لك فيه يعني محتاج وزير الإعلام. وزير الإعلام ما في شك محتاج، انت وزير الإعلام بهذا الهيكل ترى اهم من وزارة الدفاع، هذه وزارة الإعلام محتاجه الى ان يكون لها وزير يعني فاضي لها متفرغ لها يطور الإعلام. محتاجين ترى احمد، ترى بس بذكرك في قوانين احمد تفضل. الله يرحم ابوك في هالمكان يا ابن الكتاب، قانون الإرهاب، قانون اتحادات الطلبة قدمنا قدمتوه، عندك شو تشوف القوانين اللي ممكن تاخذها من وايد اليوم موقعين على قانون حتى المطبات الصناعية، موقعين عليه قانون قانون الإعلام وجنح الإعلام، جنح الإعلام شلناها وحطيناها في حالة العود. مو معقولة أنا الحين قاعد معاك يجيني واحد ذكرت اسمه 500 يروح يشتكي لا وأنا أغلط الحين على الهواء. شوف انت اللي المفروض تسوي معاي كضيف على الهواء كالاتي، تعطيني ورقه ديسكليمر براء ذمه، لا تخوض في الامور الفلانيه، لا تجيب اسم ريال مو موجود، لا ولا عليك ترى المسؤوليه القانونيه. انت فهمتني الان وضعي القانوني الحين، انا اذا خرتها على الهواء مسؤوليتك بالاعاده، اذا عدت الكلام اللي خرته على الهواء تعاقب. بس انا الحين قايل لك على الهواء وهكتك بكلمه كذي ما تنقال، انت تروح والمعد يروح والهذا غيري انا يعني. تم تعديله؟ هذا تقدم في التعديل ويا من اول ما من اول ما نجح. اتمنى والله احمد تهتمون في هذه القضايا، شوف قضايا الاعلام يعني والحريات الاعلاميه اترك عنك، كل هذول اللي قاعد يصايحون على الاعلام هو اللي قدموا هذه، هم اللي قدموها، هم اللي قدموا، هم اللي قدموها، احنا اللي قاعد ولهم يشتكون منها الحين. طبعا لان هذا لما قدموها كانوا فوق، كانوا يبون احد ينتقدهم، كانوا في على القمه مسيطرين على المجلس، فحطوا حتى قوانين يعني تلجم اي واحد يقول ويفكر بان يطالب بحل المجلس اللي اليوم هم يطالبون بحل المجلس اللي فات 2013. شوف يعني الايام ودول نعم. ها ويعني والدنيا متقلبه، خساره الان هم تعت الحين قاموا هم يسبون المجلس يطالبون بحله، لونكم مسوين القانون للاسف والله. يعني النائب احمد الفضل انا شاكر لك على الحلقه المميزه وياك، واتمنى لك كل توفيق شكر. ويا ربي في العقاد القادم نتكلم عن الانجازات والمشاريع. لا يفوتني اولا ابارك لاخوي فراج العربي، يستاهل ويعني نقول يعني من الشباب شباب، ويعني انا شوف انا والله الحمد يعني الحمد لله ان حصلت لي فرصه اني اعرف هذا الرجل، اعتقد قيمه مضافه ولا قصورا في ابو عذبي مرزوق الخليفه، سعدت في مزاملته وكان زميلي في اللجنه الماليه وحظ اوفر، وهذه نتائج انتخابات انا ترى مطعون علي هم بعد كان ممكن انه يحدث الخطا، واحنا كنا طاعنين في فتره من الفترات كذلك على الانتخابات. فيعني جزاك الله خير على كل ما قدمته، دورك ما ينتهي يا ابو عذبي، دورك موجود كفاعل ويعني مساهمه في اصلاح البلد تاتي من عده طرق فقط بالكرسي. الكويت اليوم محتاج من يبنيه حتى لو في اخطاء، بس انا متفائل نصلح. في في العضو الجديد انه ان شاء الله جاي بنيه مساعده، يبي هالخمس اشهر ست اشهر وتكلم وقال الشباب واشار للشباب، وعنده ميزه فراج، ميزته ما تداخل في الاشهر اللي طافت ولا عاد ولا عنده موقف يحسب عليه ولا هذا، جاي بعد ما خلصنا المشكله هذه كلها مشكله الابطال، فمو محتاج يركب لا موجه ولا شيء، وانا اربا فيه انه يركب. يعني حسب المعلومات اللي انا اعرفها عن الرجل، الرجل يعني ذمه نظيفه الله يوفقه. النائب احمد نبيل الفضل شكرا لك، الله يحفظك، الف طول بعمرك ان شاء الله. الله يحفظك. اعزائي المشاهدين وصلنا لنهايه برنامج وجهه لوجه، نشوفكم السبت الجاي ان شاء الله، ادعو الله ان يحفظ الكويت، الكويت اولا ولا يصالح.